بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا يا رب العالمين. أعزائي طلبة الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله النهاردة أول حصة في كتاب المراجعة بتاع ميرسي. نبدأ ناخد شوية ملحوظات نحل مع بعض، ركز معايا إن شاء الله تستفيد. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. من صفحة 6 بدأ لي بي اختياري آن أو إن أو دي أو دو أو دي أبوصروف، نشوفه مع بعض. مبارك أبويا اشترى منزل، المنزل مؤنث، أخد إن. إنه برودوي منتج مذكر، أخد آن. بواسو مشروب، وزيها بالظبط في كلمة اسمها بواسو سمك، السمك مذكر والمشروب مؤنث، أخد في المشروب إن. جي فودري أنا أريد بوتيل، بوتيل مؤنث، أخد إن. سنسيون إحساس أو مشاعر، نوفيل جديدة، هي أصلا كلمة جمع بس أخد معاها دي. بس عايزين فيها ملحوظة، تعال اكتبها. أي كلمة بتنتهي ب تي اي او ان او اس اي او ان، أي كلمة تنتهي بالمقطع ده أو المقطع ده كلمة مؤنث. صفحة 7 بديل بسيسون، إنها لا تكون ديزار بر أشجار. أولا في شوية ملحوظات في الجملة دي. الملحوظة الأولانية إن فيرب اتر لا يتأثر بالنفي. انا عارف ان فيرب اتر بياخد يا اما ان يا اما ان يا اما دي، استنى زي ما هي في النفي وفي الاثبات. باقي الافعال باخد يا اما دي او يا دي ابصرف مع باقي الافعال ما عدا افعال التفضيل. يبقى فيرب اتر لا يتاثر بالنفي. حته كمان تقسيمه صغيره كده، هنا هناخد المؤنث وهنا هناخد المذكر. استفاد منها كويس. لو انا اخدت ان البحر مؤنث، طب ايه اللي جوه البحر؟ قال لك السمك، يبقى السمك مذكر. لو انا اخدت الريف مؤنث، ايه اللي جوه الريف؟ قال لك الحيوانات، يبقى الحيوانات مذكر. لو انا اخدت المزرعه قلنا الحيوانات. لو انا اخدت مثلا الاسبوع، كلمه سومين اسبوع، انما ايام الاسبوع مذكر. لو انا اخدت كلمة لون كولير، كل الالوان مذكر. لو انا اخدت غابة مؤنث، الشجر مذكر. لو انا اخدت السنة مؤنث بس الشهور مذكر. لو انا اخدت موسم او فصل وكل الفصول مذكر. ايه ده؟ انت كتبت كلمة واللي جواها البحر مؤنث، السمك مذكر، الريف مؤنث، الحيوانات مذكر، الاسبوع وايامه، الاسبوع مؤنث وايام الاسبوع مذكر، سبت حد اتنين. كلمة كولير مؤنث بس كل الالوان احمر اصفر اخضر مذكر. غابة فوريت بس الشجر اللي فيها مذكر. السنة اني مؤنث بس الشهور جانفير فبراير مارس، اي واحد من الشهور مذكر. موسم او فصل هي كلمة سيزون وكل الفصول مذكر. تقسيمة صغيرة كده نرجع للجملة تاني. احنا قلنا في الجملة الاولانية رقم 6 سيني سون با، هذا لا يكون اربر اشجار، اشجار جمع ايه؟ جمع، يبقى ناخده دي. ليه بس يوم ما خدتش دي هو ولا دي بصرف؟ عشان ده فعل اتر. طب اشجار جمع ايه؟ قال لك اشجار جمع مذكر. ركز معايا نشوف الجمله اللي جايه. لو جاتو جاتو انه علمو عنصر، خلي بالك من الملحوظه اللي جايه. نكتب برضه كل الكلمات اللي بتنتهي ب ام او ان تي مالها؟ قال لك مذكر ما عدا كلمه جمو فرصة،
مؤنث. ارجع للجملة تاني. ادي المو عنصر او اكل مسكر او مذكر، يبقى ناخده ان. جوليا سوف تشتري بكو، بكو فيها ملحوظة؟ اه فيها ملحوظة، تعالي اكتبها مع بعض. ان كلمة بكو وان بو والسي وبلين وتروب وكمبيان، بالإضافة للكميات والأوزان والعلب، كل ده بيجي وراه يدي أو يدي أبوصرف زائد اسم جمع. كثير، قليل، نوعا أو إلى حد ما، مليء، كثير، كم، كل ده بيجي وراه يا اما دي ايه يا دي ابوصرف زائد اسم جمع. ارجع للجمله تاني. جوليان سوف يشتري كثير من الروايات، يبقى خد دي او. فريد السي، السي من ضمن الكلمات المكتوبه، يبقى تاخد يا اما دي او يا دي ابوصرف، حطينا دي ابوصرف عشان مبدوء بحرف جمع. سيسونت دي بولي، لانها الطيور، الطيور جمع، ناخده دي. سي تورك رايون، انها برايه، تعال ناخده ملحوظة على الجملة رقم 11. كنا قلنا في سنة ثانية إن معلمة مسطرة ورقة أستيكة دول مؤنث. غير كده في الأدوات المدرسية مذكر. معلمة اللي هي كلمة تروس، مسطرة اللي هي كلمة رجل، ورقة اللي هي كلمة فلو، أستيكا اللي هي كلمة جم، دول أربع كلمات في الأدوات المدرسية مؤنثين والباقي مذكر. ارجع للجملة تاني. سي ترك ريون نها براية، البراية ما كتبناهاش هنا، يبقى البراية مذكر، يبقى خد آن. جو مارش، أنا أمشي سير على الرصيف الجانبي، الرصيف الجانبي مذكر، يبقى خد آن. سي إنه متحف، خلي بالك من كلمة موزي، تعال ناخد عليها ملحوظتها، يلا بينا. قال لك إن أي كلمة في فرنسا وتنتهي بو مؤنث ما عدا الموزي واللوسي والاسكاربي. متحف، مدرسة ثانوي، خنفساء، دول مالهم؟ دول مذكر. ارجع للجملة تاني. يبقى دي كلمة موزي بتنتهي باتنين او بس مذكر، يبقى خد ان. يلزمك مايو دوبان، مايو مذكر، اخد ان. عم اشترى مزرعة، لسه كاتبين المزرعة والريف، يبقى ناخده ان عشان هما مؤنثين فيهم حيوانات. جولي، ايه حكاية جولي؟ قال لك في ملحوظة لجولي، ان دي او بيجي وراها صفة جم زائد اسم جم. يبقى كلمة جولي صفة، يبقى اخد قبلها دي او، يا ابن السودة جمع، ما هي القاعدة بتقول لك دي او زائد صفة جمع زائد اسم جم. لسه واخدين اللي فات اللي جاي دي في ملحوظة. أنا سوف أشتري قليل من الأقلام، أقلام جمع مذكر صحيح، بس أنبوب تديني دو بس، يبقى خدنا دو ما خدناش دو بس. في حالة النفي بحط يا إما دي أو يا دي أبوصرف، أدي نفي أحط دي أو. أنا كسرت بيضة، بيض مذكر، يبقى هاخد آن. جيمي انترانييه، أنا أتدرب في صالة الألعاب، صالة الألعاب مذكر، يبقى خد آن. خلي بالك من الجملة اللي جاية. 21 اوني، نحن عندنا اورولوج، اورولوج ساعة، خليك معايا نكتبه ثلاث كلمات كده. ادي كلمة اورولوج، وادي كلمة مونتر، وادي كلمة اير، ادي الثلاث ساعات اللي عندنا. ساعة حائط، ساعة يد، الساعة نفسها، كل الساعات مؤنث. ارجع للجملة تاني. ادي كلمة ساعة مؤنث، باخد ان. على قنباني في الريف، اليا يوجد بيساج مناظر بارتو في كل مكان. طب خليك معي ناخد ملحوظة كمان، ان اي كلمة بتنتهي باج مذكر ما عدا
بلاج كاج إماج باج. صفحة صورة قفص شاطئ. دول مؤنث. يبقى في الجملة اللي احنا فيها ده ايه؟ لو كان شال لك الاس كنا حطينا ان بتاعت المذكر، انما دي جمع يبقى خد دي. البيتزا، انا اريد طلب بيتزا، البيتزا مؤنثة يبقى خد ان. اي كلمة في الفرنساوي بتنتهي او تو تو او يبقى دي كلمات مؤنثة اخد ان، ما عدا خليك معايا اي كلمة بتنتهي بالمقطع ات اتنين تي و كلمات مؤنث ما عدا اسكوليت هيكل عظمي دي مذكر. ركز معايا، ادي نفس اخد يا اما دي او يا دي ابوستروف، يبقى خدنا دي ابوستروف. بير يذهب الى المدينه بالسياره، السياره مؤنث يبقى خد ان. اي كلمه فرنسيه احنا لسه كاتبين بينتهي بالمقطع تي اي او ان كلمه مؤنث. يبقى انا حتى لو ما حفظتش الكلمات ممكن الملحوظات تغطي لي على الحفظ بتاعي، يبقى خدنا ديكوراسيون مؤنث يبقى ناخده ان. انا ابحث عن بدله لازم اكون حافظ بعض الكلمات، كلمه بدله مذكر يبقى اخد ان. ماكيت بينتهي بالمقطع اي تو تو اي يبقى خدنا ان عشان هو مؤنث. ادفيرب اترف النفي لا يتاثر بالنفي، ومقص ولا هدايا؟ قال لك هدايا، هدايا جمع يبقى ناخده دي. سامي يلبس الزي، الزي مؤنث يبقى خدنا ان. جيب رندا ناخذ ايس كريم، الايس كريم مؤنث يبقى خدنا ان. اللي جاي نفي اخد يا اما دي او يا دي ابوستروف يبقى اخد دي او. كلوب يدرب الفريق، الفريق مؤنث يبقى خدنا ان. صفحة 8 بديل بي اختيارات عن اللو اللو الا بصرف الا لوس. المتحف مذكر اخد اللو. اعشق الايس كريم، الايس كريم مؤنث اخد الا. الراكت المضرب بينتهي بالمقطع او تي تي او يبقى خدنا لا عشان مؤنث. اليوجا، ركز معايا في السطر الاخير ده، اليوجا والزبادي وكرة اليد والهوكي والفاصوليا وهولندا كلمات حرف القش وحرف الجريج هنا ساكن كلهم مذكر ما عدا هولندا بتاخد لا عشان هي دولة مؤنث. يبقى ما يجيني يوجا ما اعتبرش الجريج هنا حرف متحرك، اعتبره حرف ساكن يبقى اخد ال او. وكرة اليد نفس القصة، ما احطش الا ابوستروف احط ال او. طب تحتها هولندا، هولندا دولة مؤنثة يبقى اخد ال. المقص، المقص جمع يبقى اخد ال او اس. احنا لسه متفقين شويه، انا افضل الاسود والبرتقاني، احنا قلنا كل الالوان مذكر يبقى اخد في الاسود ال او والبرتقاني احط له ال ابوستروف. ماريا تصور لقب من الريف، احنا اتفقنا مع بعض ان الريف مؤنث. طب والحيوانات مذكر يبقى اخد في الريف اخد لا. ايه تاني؟ كنا كتبنا شويه حاجات بالعربي، ادي البحر، البحر مؤنث اخد لا. طب الجبل، الجبل مؤنث اخد لا. ثلاثة قدامهم لا، اذا كان ريف ولا بحر ولا جبل. لو بيبي، البيبي يحب الزبادي، الزبادي مذكر اخد ال او بالرغم ان هو مبدوء بجريج بس حرف الجريج هنا ساكن مش متحرك. الواجبات جمع يبقى اخد ال او اس. اكتاسيون فروسيه بتنتهي بالمقطع تي اي او ان، المهم انها مؤنث بس مبدوء بحرف متحرك يبقى اخد ال ابوستروف. ايروبيك رياضه الايروبيك نفس القصه، مبدوء بحرف متحرك اخد ال ابوستروف. انا امارس رياضات جمع باخد ال او اس. جوليا تعشق الجبنه، اي كلمه بتنتهي باز احنا قلنا عليها ايه؟ قال لك مذكر باخد ان. منتجات الالبان مذكر. مامير امي عندها الم في الراس، الراس ماله؟ الراس مؤنث باخد لا تت. بال الكره، الكره مالها؟ الكره مؤنثه باخد لا.
مامير أمي تمر على الليبرير المكتبة، كل المكتبات مؤنث، سواء الليبرير سواء البيبلوتك. آخد الله. المحطة، المحطة مؤنث، آخد الله. ترين، ترين يعني أرض الملعب، آخد إلو. ريست، وصفة، مؤنث، آخد الله. جملة 22 بيقول لي جيفيش وزير سأختار بواسون، مشروب. يا ترى مذكر ولا مؤنث؟ لسه كاتب لك المشروب مؤنث والسمك مذكر، بخلي بالك كمان الصفة بتاعته مسكرة مؤنث، بيسهل عليها شوية. آخد الله. أنا أتدرب السبت والثلاثاء، إحنا اتفقنا مع بعض إن كل أيام الأسبوع مذكر، آخد إيه اللي هو؟ سواء السبت سواء الثلاثاء. أمبار لأبيك نتكلم بالفم، الفم مؤنث، آخد الله. إنه عيد ميلاد بنيوت، عيد ميلاد مكتوب بحرف متحرك يبقى آخد إلا بصرف. منبير أبويا يعمل في المزرعة، لسه واخدين مع بعض إن المزرعة ها مؤنث يبقى آخد الله. جوليا تلبس، سوف تلبس قميص، القميص مؤنث يبقى آخد الله. طب كروهات جمع، اخد اللي هو اس. انا سوف اشتري زوج من الاحذيه، الزوج مؤنث، اخد ان، خلي بالك الزوج مؤنث، ربنا يستر. المهم بس مرر الكره، الكره مذكر، اخد اللي هو جارديان، الحارسه، الحارسه مؤنث، اخد الا، خدنا الله. جوليا تمر بي السكيت بارك، سكيت بارك ميدان تزلج مذكر، اخد ال او. منى عندها ذراع مكسوره، لو حطينا اس هنا كانت بقت اذرع، لان كلمه ذراع لا تتغير بس الصفه هي اللي بتتغير، هنا ذراع مكسوره. طب بص كلمه مكسور كده نهايتها او على اكسون تبقى مفرد مذكر، لو انا ناسي كلمه ذراع مذكر المؤنث يبقى اخد ال او. انا عندي الم في الساق، الساق، الساق مؤنث يبقى اخد الا. ادي كلمه عيون، ساره عندها عيون خضراء، ركز شويه في ساره، ساره جمع يبقى اخد الا. اس كان يجب تنتهي بالمقطع اي ان جي، اي كلمه تنتهي بالمقطع اي ان جي ها مذكر يبقى اخد الا. جيم كورجي، انا اشجع الفريق، الفريق مبدوء بحرف او يعني حرف متحرك، اخد الا بصرف. جينا جي، انا اسبح في البحيره، البحيره مذكر يبقى اخد الا او. منى تغسل الاطباق، ركز معايا في حاجه كده، ادي فير هيبقى لها شويه معاني، بتاخد لو ولا لا؟ قالك لا مع الفاصيل. لولت، لا كوزين، لو ديفوار، ايدو. تعال نشوف فير لافاسيل يعني يغسل الطبق، ادي اول معنى الفير اتغير معناه خالص، خليناه يغسل. فير لوريت يرتب السرير، فير لا كوزين يطبخ او يعمل طبيخ، فير لديفوار يعمل الواجبات. ادي استخدامات فعل فيما ما بتاخدش دوم مع شويه الحاجات ده هم. ارجع للجمله تاني، ادي فير لافاسيل يغسل الطبق، احنا اتفقنا ان الطبق مؤنث يبقى خدنا لا. اسي هنا الشمس تكون حارقه، الشمس مذكر يبقى خد لو. انا امشي على ممر العجل، ممر العجل مؤنث يبقى خدنا لا. صفحة 10 اختيارات تانية من دو ودو لا ودي اللي أبصرف ودي ودو ودي أبصرف، خلي بالك. تدوا يجب أن تمارس رياضة، الرياضة مذكر يبقى خدنا دو. أنا آكل فواكه، الفواكه جمع يبقى خد دي. أجوردوي اليوم اليا يوجد مطر، المطر مؤنث يبقى خد دو لا. طب المطر وإيه؟ ومعاه كلمة بريم ضباب، يبقى المطر والضباب مؤنثين. ليزنفونت الاطفال يشربون لبن، اللبن مذكر اخد دو. جيني بريند بعد نفي،
في حالة النفي باخد يا اما دي او يا دي ابو صرف، باخد دي او عشان ندوب حرف ساكن. ديزرت الحلوة جوليا لا تشرب، ده نفي بس مبدوب بحرف متحرك يبقى دي ابو صرف. اجوتي اضيف خاص، الخاص مؤنث يبقى خدنا ان، هتبقى دولا. انا اريد كيلو، كيلو من ضمن الكميات اللي احنا قلنا بتاخد يا دي او يا دي ابو صرف، حتى لو جا وراها جمع، حتى لو جا وراها جمع. اجوتي دي فرين، دي مؤنث خدنا ان اللي هي دي لا. بور الزبدة، الزبدة مذكر اخد دو. في رقم 10 نفي لا تأكل، يا اما اخد يا دي او يا دي ابو صرف يبقى اخد دي ابو صرف. جوليا عندها احتقان زور، احتقان الزور مبدوء بحرف متحرك يبقى اخد دي او الا ابو صرف. ركز في اللي جاي. انا طلبت في الغداء، انا طلبت سمك وارز، السمك مذكر والارز مذكر يبقى اخد دو في الاثنين. ابورتيم واحضر لي مربى، المربى مؤنث بتاخد دولا. ماريا تاخذ شوكولاته، الشوكولاته طب الشوكولاته دي مذكر ولا مؤنث؟ طب بص للصفه الاول، قال لك الصفه ما فيهاش او، طب الشوكولاته مذكر يبقى ركز شويه، ممكن ما تكونش حافظ الكلمه بس بذكائك تعرف تجيبها من الصفه اللي جايه بعدها. يبقى الشوكولاته مذكر اخد دو. مامير ام اشترت بون فروي، فواكه جيده، ادي صفه جمع وراها اسم جمع يبقى اخد دي او على طول وانا مغمض، حط دي او عشان جا وراها صفه جمع زائد اسم جمع. اسي هنا ام فيند، نبيع فواكه طازجه، فواكه جمع يبقى اخد دي اس. النيابة لا يوجد نياج، ثلج في الصيف، خلي بالك ده نفي يبقى ناخده دي او، او دي ابو صرف هناخده دي او. انا لو مارس سباحة، السباحة مؤنث يبقى اخد دولا بس ده نفي يبقى اخد دي او. ام مانج ناكل بوب كورن، فشار في السينما، فشار مذكر اخد دي او. سارة تاكل امبو، لسه واخدينها في الملحوظات، امبو بيجي وراها يا دي او يا دي ابو صرف زائد اسم جم اهو. يوجد جبنة، منتجات الالبان مذكر يبقى اخد ان اللي هي دي او. ما سير اختي تحب ان تعمل دي لا ايروبيك، مبدوء بحرف متحرك يبقى دي او الا بصرف. الجملة اللي جاية، ني برند بعض نفي، اخد يا دي او يا دي ابو صرف اخد دي او. سارة اشترت زجاجة، زجاجة من يا دي او يا دي ابو صرف عشان دي بتاعت كميات ابوات. جيفو دري انا اريد ميكرو، قطعة من الجاتو، جاتو مذكر اخد دي او. اجوتي اضيف عسل سير لا تورت، عسل مذكر طبعا لازم يبقى مذكر هناخده دي او. شوف الجملة اللي جاية، عاصفة، عاصفة مفيش نفي ده إثبات يبقى مبدوء بحرف متحرك يبقى دي او إلا بصرف. فت السي، السي بيجي وراها يا إما دي او يا دي بصرف هناخده دي او. جي برند أنا آخذ شوربة، لازم الشوربة تبقى مؤنثة يبقى خدنا دولا. هي تريد سماع الموسيقى، الموسيقى مؤنث، أي حاجة بتودي النار حرام مؤنث يبقى خدنا دولا. مامير أمي تجهز بن، عدي صفة جمع واسم جمع، احنا لسه متفقين مع بعض صفة جمع واسم جمع اخد دي او. في العشاء نو برنو نحن ناخذ زبادي، الزبادي مذكر مبدوء بحرف ساكن مش متحرك اخد دو. صفحة 12 بديلي باختيارات او الا الا بصرف او، دي بتيجي قدام الاسماء صفات الملكية والاشارة، او بتاعت مذكر، الا بتاعت مؤنث، الا بصرف بتاعت مكتوب بحرف متحرك، او بتاعت جمع. جي باسيل فاكونس انا عقد الاجازه في الريف، الريف مؤنث يبقى اخد الا. بورد جينيل للغداء انا اذهب الى المطعم، المطعم مذكر اخد او.
جيت اني انا اعطيت اكل الى الحيوانات، الحيوانات جمعي باخد وفتحت الجمع. الامير الام تجهز جاتو الى الاطفال، الاطفال جمعي باخد او. انا اعطيت الهدية الى التلميذ، التلميذ مبدوء بحرف متحرك، يبقى مبدوء بحرف متحرك اخد اه الا بصر. نحن نذهب الى الغابة، لسه قايلين الغابات ايه؟ افتكر الغابات جمع مؤنث او مفرد مؤنث، يبقى ناخده الا. جيفيدي باتيناج، الا باتنوار، ميدان التزلج مؤنث، يبقى ناخده الا. ما فامي اسرتي تسكن في باريس، المدن بتاخد حرف الجر اه ما عدا القاهرة والفيوم وسينا، يبقى حطينا اه. منبر ابويا يعمل اه اسوان، برضه مدينه، يبقى اخد اه. انا اشتريت زبده من محل البقاله، محل البقاله مبدوء بحرف متحرك، يبقى اخد اه الا بصرف. جوفي دي كورس، اعمل مشتريات السوبر ماركت، السوبر ماركت مذكر اخد او. انا اعشق الشوكولاته، لسه قايلين اي حاجه حلوه ايه مذكر، تبقى تاخد او. مامير امي تذهب الى البولونجري، المخبز ما اخره اي والاخر اي مؤنث، يبقى اخد الا. مونفرير اخويا يلعب سله، السله مذكر، يبقى اخد او. جيم جويه انا احب ان العب العاب فيديو جمع، يبقى اخد او بتاعت الجمع. يوريا تصير اندر تتجه الى قسم اللحوم، رايون مذكر، يبقى اخد او. جيدو اني انا اعطيت الهدية الى منى، منى ده اسم شخص، اخد اه. جيدو يجب ان الذهاب الى الاسكيت بارك، ميدان التزلج، اخد او. بصيل وبالون، مرر الكرة الى الحارس بتاع المرمى، حارس المرمى، اخد او. يجب ان تطيع تون انترانير، خلي بالك هنا صفة ملكية، ايه اللي بيجي بصفات الملكية؟ قال لك اه. دو دو دي لا دي لا بصرف دي، خليك معايا. جابتين اسكن قريب من السوبر ماركت، السوبر ماركت مذكر، اخد دو. نو برلو، نحن نتكلم عن الغذاء الجيد او التغذية الجيدة، مؤنثة، يبقى اخد دو. لا جوليا تسكن بعيدا عن المدارس، المدارس جمع، يبقى اخد دي. جبار لان اتكلم عن وحط صفة ملكية، صفة ملكية او اشارة، تاخد ديو. لابوست، البوستة تكون على بعد 300 متر من الكوبري، الكوبري مذكر، يبقى اخد دو. انا امارس تزلج، التزلج مذكر، يبقى اخد دو. منامي زميلي ياتي من الاقصر، الاقصر مدينه، يا اما بتاخد اه يا اما بتاخد دي او، ادي المدن، يا بتاخد اه يا بتاخد دي او يا دي ابو صرف، كل المدن ما عدا القاهره والفيوم وسين، يبقى الاقصر تاخد دو. لتوريس السياح ياتون من كندا، كندا دوله تنتهي بو ولا لا؟ قال لك لا، تبقى دوله مذكر، اخد دو. مارك يأتي من الولايات المتحدة، الولايات المتحدة جمع، يبقى اخد دي. ضل روبرتاج في التقرير، ام برلين تكلم عن الرياضة، الرياضة مذكر، يبقى اخد دو. مومبير ابويا يأتي من المستشفى، المستشفى مبدوء بحرف متحرك، يبقى اخد دي او الا بصرف. موني كل مدرستي تكون بعيدة عن المتحف، المتحف مذكر، يبقى اخد دو. جوليا تسكن ادر وات يمين المكتبة، احنا اتفقنا ان كل المكتبات مؤنث، باخد دو. لا انه المضرب بتاع سامي، خلي بالك اسم، يبقى اخد دي او. لاجار المحطة جيجاري، انا اجرش السيارة او اركن السيارة قريب من هنا، صفة ملكية، يبقى اخد دي او. عايزين نختاروا في صفحة 13 بين سو وستة وستة وسي، دي مذكر ودي مذكر متحرك.
يبقى السوق الاولانيه مذكر والست التانيه مذكر متحرك والتالته مؤنث ساكن ومتحرك والاخرانيه جمع. ركز معايا. جيفاكو ليرس اقطف هذه الزهره، الزهره مؤنث اخد ست. نظلوا نحن سوف نسافر الى باريس في الصيف، الصيف مذكر كل فصول السنه مذكر كلها بتاخد سي او تي ما عدا الربيع بياخد سي او. ليه خدنا سي او تي؟ عشان مبدوء بحرف متحرك. يبقى الصيف مذكر اخد ست. تلميذ وتمشي تلميذ. ابص للصفه انتليجنت ذكي، طب بص للجمله اللي وراها تلميذه وذكيه، يبقى دي كان تلميذ ودي كانت تلميذه، تلميذ ذكي يبقى سي او تي. تلميذة ذكية يبقى خدنا اللي فيها اتنين تي ست بتاعت المؤنث. جيفودري انا اريد تصوير اربر الاشجار جمع يبقى اخد سي او اس. جي ادميري انا اعشق او انا معجب بالزي، الزي مؤنث يبقى ناخده ست بتاعت المؤنث. جيسوي كونتر انا ضد رايك، في كلمتين راي في الفرنساوي، كلمة افي وكلمة اوبينيون. طب افي مذكر كلمة اوبينيون مؤنث، افي مبدوء بحرف قال لك متحرك يبقى اخد سي او تي. اوبينيون مؤنث اخد اللي فيها اتنين تي و او. ريست الوصفة، وصفة مؤنث اخد ست بتاعت المؤنث. جيفي بريبير انا سوف اجهز طبق، الطبق مذكر يبقى اخد سي او. هو سوف يشتري شوزرز احذيه، احذيه جمع باخد سي. ايس كريم مؤنث يبقى اخد ست. اليمو عنصر، احنا اتفقنا ان اي كلمه تنتهي بالمو ان تي مذكر ما عدا الفرسه يبقى اخد سي او تي. جي فيش وزير انا ساختار هذا النموذج، النموذج مذكر يبقى اخد سي او. الجملة اللي جاية بواسون مشروب ولا سمك؟ البيل تحت زي فعل بوار عشان ما تتلخبطش فيها، ادي بوار بواسون يبقى مشروب مؤنث اخد ست. اكيب فريق مؤنث اخد ست. يجب ان تطيع المدرب، المدرب مذكر مبدوء بحرف متحرك سي او تي. طب لو خليها لي مدربة أنا مالي طالما مؤنثة، مفيش غير شكل واحد للمؤنث سواء ساكن سواء اسم متحرك ست. السيئ هو يقيس بير زوج من الجزم أخد ست بتاعت المؤنث. صفحة 14 الجملة رقم 20 بيقول لي سيكوا أنه ماذا هذه الفوضى؟ الفوضى مذكر يبقى أخد سو. منى تربس السترة، السترة مذكر بس مبدوعة بحرف متحرك يبقى اخد سي او تي. الشتاء احنا لسه متفقين ان كل فصول السنة بتاخد سو سي او تي ما عدا الربيع بياخد سو عشان كلها مذكر. انا لا اعرف خط السير، خط السير مذكر مبدوع بحرف متحرك سي او تي. الفاب روندر سيأخذ الاتوبيس، الاتوبيس تمشي سي او تي وتمشي سي عشان الاتوبيس مشي جمع ومفرد. جي دوني انا اعطيت اكل الى الحيوان، الحيوان مبدوء بحرف متحرك يبقى سي او تي. انا احب كثيرا اكسسوار، الاكسسوار مذكر يبقى اخد سي او تي. 27 بيقول لك الحي، الحي مذكر يبقى اخد سي او. فيل المدينه، المدينه مؤنث يبقى اخد سي او تي تي او زيها زي كلمه في. 29 بيقول لك جينيين بان انا احب اللون، اللون مؤنث يبقى اخد سي او تي تي او. بير سوف يصور مناظر، المناظر جامعه اخد ايه بتاعت الجامعه قال لك سي. جوليا تسكن في عماره، العماره مذكر مبدوء بحرف متحرك يبقى اخد سي او تي. اما منى سوف تلبس اشارب، الاشارب مؤنث ناخده 2 تي و او. صفحة 15 بديل بيه اختيارات، تعال نختار سوا.
جيم كورجين وشجع الفريق، الفريق مؤنث بس مبدوء بحرف متحرك، يبقى خد من، يبقى من دي بتاعت ايه؟ قال لك من بتاعت المذكر، بتاعت ايه كمان؟ بتاعت المؤنث المبدوء بحرف متحرك. اكتب ورايا الجملة اللي جاية. علي معاه تلات صفات ملكية، صن صاص. علي نسى مضربه في بتاع التنس، من ولا نوز ولا صا ولا صن؟ قال لك صن. تنفع؟ قال لك لا، ده المضرب مؤنث يبقى خدنا صا. الجملة اللي جاية. نوز اللون احنا نذهب عنده، النوم معاها تلات صفات ملكية فكرنا بيهم، ها نطر نطر نو، جدين جمع يبقى ناخد نوز. فو افي انت عندك، الفو معاها تلات صفات ملكية، فوتر فوتر فوز، وكلمة كير جمع يبقى اخد فوز. علي وانا بتساوي الضمير نو. انفا شي نذهب عنده، طنط العمة او الخالة. هنا موا بتساوي الضمير نو، طب معانا تلات صفات ملكية مع النو، نطر نطر نو، والعمة مؤنث يبقى اخد نطر مفرد. صف لي منظرك، صف لي منظرك، لو كلمة بيساج منظر مذكر. طب كلمة يصف تن طاطي المنظر مذكر يبقى خد تن. كيف تكون مدرسة؟ المدرسة ايه؟ المدرسة مؤنث بس مبدوء بحرف ايه؟ مبدوء بحرف متحرك، يبقى خد تن ولا طا؟ اخد تن. بلد تكون ولا بلاد تكون؟ قال لك ده في فيرب صوم يبقى بلاد. ادور على حاجه في دول جمع، من مفرد نوز جمع، بلادنا تكون في افريقيا، الباقي مفرد. كلسون تجو، ما هي الميول الغذائيه؟ الميول جمع، ادور على واحده في دول جمع، ادي طن مفرد، فطر مفرد، فوز جمع، لير مفرد. التلاميذ بيساوي الضمير ال بتاعت الجمع، وطالما ساوي الضمير ال بتاعت الجمع يبقى معاهم ثلاث صفات ملكيه، لير 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 اخرها اس. اللي بيتحكم في اي واحده في دول الكلمه اللي بعد النقط، كتب جمع باخد لير اللي اخرها اس الاخرانيه. سينيبا ده فيرب اتر في النفي، فيرب اتر لا يتاثر بالنفي، عموما صفات الملكيه ما بتتاثرش. ادي كلمة اورولوج ساعة، الساعة مؤنث بس مبدوء بحرف متحرك، اخد ما ولا مي ولا نو ولا طن؟ اخد طن. تعامل معاملة المفرد المذكر. ماما امي، اكيد بتكلم مع الام باحترام، انها فستانك، الفستان مؤنث، طب دي مذكر، ادي مش مذكر ومؤنث، جمع جمع يبقى خدنا رقم التاني فطر. كيف تكون ابارتمون؟ الشقة مؤنث ولا الشقة مذكر؟ قال لك بص نهايتها بتنتهي بمؤنث، أي كلمة بتنتهي بمؤنث مذكر ما عدا الفرصة زي ما احنا قلنا بقت مذكر. طا ولا مي ولا نو ولا تن؟ تن بتاعت المفرد المذكر. جيبو جوتير، أنا أستطيع تذوق الأيس كريم، الأيس كريم مبدوء ده مؤنث. أدور على واحدة في دول بتاعت مؤنث، قال لك طا الأخرانية. بلد ولا بلاد؟ قال لك بلد عشان وراها او اس تي، طب لو كانت صنت كنا خدناها جمع، يبقى كده بلد مفرد. مفرد ايه؟ قال لك مفرد مذكر، يبقى خد من الاولانيين. كومون صابيل، ما اسم المدربه؟ المدربه مؤنث بس مبدوءه بحرف متحرك، يبقى تعامل معامله المفرد المذكر، اخد لها طول. النو وراء مشروعات، النو معاها ثلاث صفات ملكيه، نطر نطر نوز، وادي المشروعات جمع يبقى اخد نوز. سارة اين الزي؟ الزي مؤنث، ادور على واحدة في دول بتاعت مؤنث، قال لك فوز بتاعت جمع، لير بتاعت جمع، تن بتاعت مذكر، طا بتاعت مؤنث، خدنا الاخرانية. لا فش البقرة وعمل فصل، يعني فصلها من الكلام، انها انيمال حيوان، حيوان مذكر، ادور على واحدة في دول بتاعت مذكر، قال لك من. منبر ابويا نسى النضاره، الاب بيساوي الضمير ال بتاعت المفرد، معاه ثلاث صفات ملكيه فكرني بيهم، ها صن صاصي، والنضاره جمع يبقى اخد سي. منى وانا بتساوي الضمير نحن، معاها نطر نطر نوز، والاجازات جمع يبقى اخد نوز الاخرانيه. مسيو احترام يبقى مع الفو، فوتر فوتر فو، والاجل عمر مذكر يبقى اخد فوتر التالت. بارلي اخرها وزاد،
يما مع الفو، معاها ثلاث صفات ملكية، فوتر فوتر فوز، والكلمة دي جامعة، أدور على كلمة فوز وأنا مغمض. الجو معاها مون مامي، وفكرة مؤنث بس مبدوءة بحرف متحرك تعامل معاملة المفرد المذكر، يبقى خد لها مون أو تون اللي جاي مذكر خده. لا بال للكرة تكون أموا، تكون لي إنها كرة، الكرة مؤنث وليا يبقى خد ما. ليفيلو العجل يكون الأطفال، الأطفال جمع معاهم ثلاث صفات ملكية، لير لير ليرز، والعجل جمع يبقى خد ليرز اللي آخرها اس. لوليفر الكتاب يكون لك التي، التي معاها ثلاث صفات ملكية، تون تا تي، الكتاب مذكر يبقى خد تون التالت. ركز معايا في اللي جاي. الأورولوج الساعة تكون لمنى، منى معاها ثلاث صفات ملكية، صن ص س، والساعة مبدوء بحرف متحرك يبقى خد صن. الاستيلو الأقلام تكون للبنت، البنت معاها ثلاث صفات ملكية، صن ص س، والأقلام جمع يبقى خد س. المضارب تكون لنا، النوم معاها ثلاث صفات ملكية، مليني ها نطر نطر نوز، والمضارب جمع يبقى خد ان هو اس الاولاني. مونتري يعني وري، مفرد، يا ترى مفرد ايه؟ قال لك مفرد مذكر. عموما مونتري كده امر مع مين؟ امر مع التي، يبقى معاه ثلاث صفات ملكيه، تون تا تي، والكراسه مذكر يبقى خد تون. ابورتينا هيتا اوزد يبقى امر مع مين؟ قال لك امر مع الفو، والفو معاها ثلاث صفات ملكية، فوتر فوتر فوز، وادي كلمة مايو جم يبقى خد فوز. سيد احترام يبقى مع الفو، معاها ثلاث صفات ملكية، فوتر فوتر فوز، والكتب جم يبقى خدنا في او اس. اين تكون كونسيل دي جو؟ مجموعة العاب او بلاي ستيشن مؤنث، دور لي على واحدة في دول بتاعت مؤنث. الصا بتاعت مؤنث، ادي جم، ادي مفرد مذكر، ادي جمع، يبقى خدنا الاولاني. كلي اكتيفيتي انشطه، انشطه مؤنث بس مبدوع بحرف متحرك، ادور على مذكر على طول، ادي مؤنث مؤنث جمع مذكر، يبقى خدنا طول الاخراني. التلاميذ يذهبون للمدارس، التلاميذ جمع بصوت ضمير ال بتاعت الجمع، معاها ثلاث صفات ملكيه، لير لير ليرز، والتلاميذ جمع يبقى ناخدوا ليرز الاخرانيين. كوزن جمع، دور لي على واحده في دول بتاعت جمع، يا ترى نطر ولا نوز ولا مون ولا طا، ثلاثه مفرد ونوز بس هي اللي جمع. 38 لزيدي الافكار تكون الى منى، افكار جمع، ومنى معاها ثلاث صفات ملكيه، صن ص س، ادور على حاجه قال لك خد س. إنها المعلمة بتاعة التلميذ، بتاعة التلميذ، أدي يخص ال، أخد ديو إلا بصرف. المعلمة تكون فيرب أتري، يديني أه على طول، التلميذ مبدوء بحرف متحرك يبقى أخد أه إلا بصرف، ارجع تاني للجملة. أدي معرفة واسم، أخد دو واسم. معرفة واسم وفعل أتر، أخد أه بمشتقاتها. ادي معرفه واسم، اخد دو واسم يبقى اخد دي. ادي معرفه واسم وادي بنت، اخد دولا. ادي فيرب اتر وبنت، اخد الا، ادي الفرق بينها، هنا فيرب اتر وهنا مفيش فيرب اتر. ليه مايو اللي هو المايو يكون الى الاطفال، الاطفال جمع اخد اول اخرني عشان فيرب اتر. السياره بتاعة بيرت، اخد دي او بس عشان معرفة واسم ودو واسم، معرفة زائد اسم زائد دو زائد اسم. الكرة تكون، ادي تكون هتديني اه او بير ولا اه بير، اه بير بس عشان ده هو اسم. هقف عند صفحة 16، نكتفي بهذا القدر النهاردة، اشوفكم ان شاء الله على خير، اتمنى الملحوظات والحاجات اللي كتبتها تستفادوا منها وتكتب ورايا اول باول. حاول تستفاد من حصص، وانا هنزل الكتاب كله بامتحاناته بقطعه بكل ما فيه ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه، اذا كان في العمر بقيه. واشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.